معنا الرئيس الأسبق للترجي الرياضي التونسي سي سليم شيبوب. أهلا وسهلا. مرحبا لله. مرحبا بك ونورتنا على الديوان فهم. اليوم نحكيه على الترجي الرياضي التونسي والوضعية الحالية للترجي بعد الهزيمة البارح وثلاث هزائم ورا بعضهم. نعرفش حابين نعرفوا رأيك سي سليم. يهمنا والله. الأحداث تفرض نفسها, يعني الهزائم هي متتالية مش من عادة الترجي, والخروج متاع البارح يعني ماهوش من عادة الترجي باش يقبل ثلاثة أهداف في مباراة من هذا الحجم نصف نهائي بطولة أفريقيا. الوضع ماهوش باهي. الوضع ماهوش باهي. البارح طارق ذيب حمل المسؤولية لرياض بن نور والمسؤولين في الترجي, شنو رأيك في تصريحاته؟ والله ما شفتش أنا التصريحات هذه, لكن كان أنت تأكد لي الكلام هذا صحيح. إحنا في الترجي ما نحكيوش على المشاكل الداخلية متاعنا, عندنا رئيس جمعية هو يلزمه ياخذ العبرة, يستنتج كل ما حصل في الأيام هذه الأخيرة, يحمل المسؤوليات, هو أدرى من كل أي إنسان. فبالتالي أنا ما نجمش نخوض معاك في مشاكل الترجي الداخلي.